ما كاين دابا في المغرب، ما كاينش حارس ديال الوداد طلبوا فيه 500 مليون، حارس ما كيلعب تروزيام غارديان من 10 500 مليون غنجيب واحد ما كاينش. عطيني شي حارس، ها هو وليد ركراكي عنده ايمن ماجين ها هو يعطيه دوزيام غارديان ميور بارمي لي ميور غارديان. كاين ديت كاين حراس ولكن كبر من سوكو كبر من باده ومن توبي. دونك جبنا حارس كان كيلعب في اسكي ولكن دابا غادي راه كيدرب صيطيح شويه ديال كنهضر على الشامبيون بالنسبه ل سي ترو تار. المشكل هو انا ما يبقاش ما يمكنش انا نبقى نعتمد على لاعبين لاج ديالهم كبير وكاينين في كوره افريق ويلعبوا معايا السنه المقبله. كاين ديال البرش، كاين ديال اليونس راشي، كاين كذلك ديال الهاكي، ولكن اللائحة عندها ديال الغدو ديال البطولة. الذهب ديال المنصوري اللي كنقولوا من أحسن المهاجمين اللي عندنا راه مركبيت واحد، كذلك لويس مركبيت واحد حتى هو تقريبا في كأس الاتحاد الأفريقي كان ولا جوج. ما عندناش مهاجمين عكس فريق الوت إلى الاحتياط ديالهم لقيناهم حنايا غادي يكون عندنا فريق في المستوى.